بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي مشاهدي ومتابعي قناتي قناة لايفز اوف دوجز. بحييكم وبحيي كل مشتركين القناة وكل عام وأنتم بخير. النهاردة هنتكلم عن كيف تتعامل مع نباح الكلب المستمر وإيه لغة الترجمة للنباح. طبعا تربية الكلاب من الحاجات الممتعة، لكن نباح الكلب المستمر بيكون من الحاجات المزعجة، وكمان نباح الكلب ده وسيلة من وسائل الاتصال بين الكلب وصاحبه. يعني لما تفهم لغة نباح الكلب انت كمان هتعرف تعالج سلوك الكلب لو كان بيزعجك. تعالوا نشوف ايه لغة النباح وترجمتها. نباح المنخفض اقرب للصفير. الكلب بيصدر الصوت ده ومعناه انه حاسس بالوحدة او انه فاقد حد عزيز عليه. لما بيكون النباح عالي بشكل مستمر او شكل سريع الكلب بيكون حاسس باقتراب خطر، سواء شخص غريب او حيوان او حتى اقتراب حدوث كارثة طبيعية. الكلاب عندها من قدراتها الخارقة انها بتحس بالكوارث قبل حدوثها. لما الكلب ينبح نباح لا يتوقف مع زمجرة واضحة في الحد في الحالة دي الكلب بيكون في شجار مع شخص أو حيوان. لما بيكون النباح مصحوب بتعويص أو تعويل وفي الحالة دي الكلب بيكون مصاب إصابة جسدية أو بمعنى آخر مجروح في جسمه. نباح منخفض يعني انه بحاجة للاكل او للشرب او حتى انك تلعب معاه. طب ازاي تمنع الكلب من النباح؟ الكلب هو صغير، اول لما بتجيبه البيت وتسيبه عشان تروح تنام بيبدأ في النباح والاول، ما تحاولش الرجوع ليه وتحاول ان انت تهديه، لان هو بالطريقة دي هيقدر ان هو كل ما انت تسيبه وتنزل هو يبدأ يعوي وينبح على اساس ان انت تطلع تقف معاه علشان ما يحسش بالوحدة. في الفترة دي لازم ان انت تتحمل صوته يوم او يومين لحد لما يعتاد ان هو يكون وحيد عادي. بعد كده هو مش هينبح ولا هيطلع صوت الا لما يكون في سبب معين. الكلب لما بيكبر بقى ممكن تشتري له طوق موجود في محلات اكسسوارات الكلاب. الطوق ده في منه بيصدر تيار كهربي وفي منه بيصدر ريحة كريهة. اللي بيصدر تيار كهربي ده انت ممكن تستغله في وقت ان هو ينبح بالليل، بس من الافضل انك تستغل اللي بيصدر رائحة كريهة ده علشان ما يأثرش على نفسية الكلب زي اللي بيصدر التيار الكهربي. وبكده هتقدر ان انت تتخلص من النباح المستمر. ولو اشتريت الطوق اللي بيستخدم فيه التيار الكهربي ياريت لما تلبسه للكلب يكون فترة الليل فقط لا غير، علشان ده هيأثر على نفسيته لو فضل متعلق في رقبته طول الوقت. يا رب تكون معلومة كويسة ومفيدة. اشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.